أهم المراحل اللي بتمر فيها المرأة بحياتها هي مرحلة الحمل والولادة، ولحتى تحقق هذا الحلم الجميل بتمر بعدة تغييرات بتأثر عليها مثل زيادة الوزن والترهلات. لكن باستطاعة المرأة اليوم إنها تخفف من وزنها بعد الولادة، وأيضا تجري بعض التغييرات اللي حدثت أثناء الولادة. اليوم موضوع جدا مهم، رح نحكي عن التجميل النسائي مع الدكتورة ألاء الخطيب، أخصائية نسائية وتوليد وعقم وأيضا تجميل نسائي. يسعد مساكي دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي إيناس. دكتورة، اليوم عم نشهد ثورة بعالم التجميل والإجراءات التجميلية بازدياد، وإقبال النساء اليوم بازدياد. موضوع التجميل النسائي اليوم كتير مهم، سواء كان هو تجميليا بهدف تغيير الشكل أو بهدف اليوم طبي. دكتورة، بالبداية عرفينا شو هو التجميل النسائي؟ التجميل النسائي هو أي شيء بيكون مؤثر على نفسية المريضة أو مؤثر على جسمها نقدر إنه إحنا نعدله. هذا هو مصطلح التجميل النسائي. أي شيء بالنسبة للمريضة مو عاجبها، مؤثر على حياتها، على حياتها الزوجية، على حالتها النفسية، إحنا بنقدر بهاي الأيام إنه نعدله. طيب، أهم عمليات التجميل النسائي اللي بتحدث بعد الولادة شو هي دكتورة؟ هلا أكثر عملية مطلوبة حاليا هي تضييق المهبل بعد الولادة. بس بدي أدقق على شغلة كتير مهمة، كتير سيدات بطلبوا منا أنه نعمل هاي العملية مباشرة مع الولادة، وهذا الإشي مش مظبوط. لا، أحسن وقت نعمل هاي العملية بعد 6 أشهر من الولادة. ليه؟ لأنه الجسم بياخد وقته والمنطقة بتاخد وقت لترجع إلى وضعها الطبيعي. فإحنا ما بننصح بهاي العملية قبل 6 شهور، ولو لابد يعني كانت المريضة كتير مستعجلة ممكن نعملها بعد 3 أشهر، بس قبل 3 أشهر ما تفكر إنه تعملها لأنه ما رح تكون صحيحة 100%. الشغلة الثانية إنه في أشياء بديلة مؤقتة ممكن إنها تنعمل، مثل مثلاً الفيلر بالمنطقة، على بال ما يصير تقدر المريضة إنها تعمل هاي العملية. طب دكتورة، إحنا بنحكي عن التضييق وبنعرف إنه طب هل ممكن اليوم تعملها بعد مثلا ولادة الطفل الأول، أو تستنى إذا هي بدها تعمل تنجب مثلا طفل أول، طفل ثاني أو ثالث؟ نحن عادة بنفضل إذا المريضة لسه بدها تولد ولادات طبيعية إنها تستنى لتخلص كل الولادات بعدين تعمل هاي العملية، مش لأنه ما بتقدر تولد بعدها، بتقدر تولد طبيعي بس رح تخرب العملية اللي عملتها بالعملية، وممكن يصير فيه كمان يعني وجع وألم، يعني رح ترجع زي أكنها أول ولادة، رح تحتاج إنهم يشقوها وقت الولادة، يعني نفس رح ترجع زي ما ولدت أول مرة. فبتكون يعني العملية على الفاضي بتقدري تحكي، أو إنها بتولد بعملية قيصرية بعد هاي العملية. نسمع كتير عن تقنيات عديدة دخلت عالم التجميل مثل البوتوكس والفيلر والبلازما، عم نسمع بكتير هاي الأمور، يعني بطلت بس للبشرة، كمان بيستخدموها للتجميل النسائي خاصة بعد الولادة. أهم هاي التقنيات الحديثة اللي عم تستخدم ولإيش استخداماتها؟ لأنه بتعرفي دكتورة، اليوم في سيدات بس عم تسمع وبتروح تعمل هاي الإجراءات، ويمكن يكون إلها مخاطر، يمكن هي ما يكون إلها داعي. فإحنا اليوم بدنا نوعي السيدات لكل لكل حالة طريقة معينة للعلاج، تحكي لنا عنها. هلأ في إشي كتير مهم وبحب إنه المريضات يعرفوا عنه، في حالات كتير مهمة عم بتهدد بالطلاق بين الأزواج اللي هي التشنج المهبلي. التشنج المهبلي هو حالة عم بنلاقيها، والمشكلة إنه في حياء والمريضات ما عم بيلجأوا لنصيحة طبية عشان يعالجوا هذا الموضوع، وعم توصل بين الأزواج للطلاق. بعد ما طلعت البوتوكس، احنا بالتشنج المهبلي ايش بنعمل؟ بنحقن بوتوكس بالعضلات تبعت المهبل، فبصير فيها رخاوة وبتنحل مشكلة المريضة. عادة نسبة نجاحها هاي البوتوكس أكثر من 90%، فأنت هيك فعليا بتكوني حليتي مشكلة كتير كبيرة. في إلها حل جراحي غير البوتوكس؟ مرات يعني ممكن نستخدم موسعات بالإضافة للبوتوكس. البوتوكس بياخد وقت ليشتغل، يعني بعد 10 أيام لأسبوعين ليبلش يشتغل. بس في عندي مريضات بيراجعوا إلهم 2 و3 عم بيشتكوا، ويعني وصلت بينهم للطلاق الموضوع، الحمد لله
يعني بقول لك نسبة الاستجابة أكثر من 90%. طيب دكتورة، هذا من ناحية البوتوكس. بنسمع عن الفيلر. الفيلر هلأ نحن استخداماته من ناحيتين. هلأ بعد السيدات بعد الحمل والولادة بصير في ترهلات في المنطقة. لما يصير في عنا ترهلات في المنطقة، هذا الإشي بيأثر على نفسيتها وبيأثر على حياتها. فنحن نلجأ أنه نحقن فيلر بحيث أنه نشد هاي الترهلات. في مراجعات بيحكوا لي لا، انه انا بدي كمان شد وبدي اعمل فوليوم، يعني بدي شوي انه اعمل شيبينج للمنطقه، بنعمل هذا الشيء. بس اكثر استخدامات الفيلر اللي بنستخدمها نحن بالعياده انه نعمل شد لهي الترهلات اللي هي بتاثر على المنظر العام بسبب ممكن زياده وزن. هلا يس هلا مش بس انه الحمل والولاده، مرات بيكونوا بنات وزنهم كبير ونزل الوزن كميه كبيره، يعني 10 كيلو او 12 كيلو، تلاقي المنطقه كثير صار فيها ترهلات. فالحل إلها إنه إحنا نعمل شد لهاي الترهلات، وهذا الإشي الحمد لله عم نقدر نحققه بالفيلر، ونتائجه طبعاً كتير كويسة. وبس بدي أحكي عن شغلة، إنه الفيلر مش دائم، الفيلر بقعد من 6 شهور لسنة حسب طبيعة الجسم. في كمان تقنية تانية بحب أحكي عنها، اللي هي تقنية الدهون الذاتية. تقنية الدهون الذاتية هاي إنه إحنا بناخد جزء من الخلايا الدهنية الموجودة بالمريضة نفسها بمنطقة أسفل البطن، وبناخدها وبنحقنها بالمنطقة اللي فيها ترهل. Yes. هلا ايش الفرق بيناتهم؟ الدهون الذاتيه اغلى، بدها دخول على المستشفى، بدها جراح تجميل يكون معانا علشان نقدر انه نسحب هاي الدهون وبعدين نحقنها بالمنطقه. والشغله الثالثه انه بس عشان نكون عارفين، لازم يعرفوا كل المراجعات انه الدهون الذاتيه ما بتضلها بنفس الحجم، يعني تقريبا 40-50% من الدهون اللي نحن حطيناها رح تختفي بعد 4-6 شهور. رح يضل 50% التانيين، عشان هيك يمكن تحقنوا زياده. يس نحقن زياده، بس يعني مرات مراجعات بيقولوا لا انه كيف راحت وانتم قلتوا انه 2-3 سنين بتضل. 40-50% من هاي الدهون أول 6 شهور بيروح، بضل 50% تانية. هاي 50% 40% منها بيختفي بعد 2-3 سنين، بضل في الجسم 10% هدول ما بيروحوا، بضلهم موجودين. طيب دكتورة، هيك حكينا عن البوتوكس والفيلر، ونسمع كمان عن البلازما. اليوم هل البلازما، رح تحكينا عن استخداماته، هل البلازما اليوم وأنا بسمع إنه بيزيد وبيحسن من مخزون المبيض؟ هاي شغلة كتير مهمة لازم نحكيها. البلازما ما بتحسن مخزون المبيض، البلازما بتساعد بتحسين كفاءة البويضات. يعني أعطيكي مثال، لو كان في عندك مريضة عمرها بالعشرينات أو خلينا نحكي 30، يعني المهم أنه يكون تحت سن 35 سنة، ومخزون المبيض عندها مش صفر، يعني مخزون المبيض فوق نص، خلينا نحكي 0.8 فوق النص. إذا عطيناها ومثلاً عم تعمل عمليات أطفال أنابيب وما عم نسحب بويضات، ما عم بنلاقيها كويسة، فما بتتم أصلاً عملية أطفال أنابيب، ما بنكمل، ما بيصير تلقيح للأجنة وإرجاحها لأنه البويضات مو كويسة، وكتير من السيدات عم بيصير معهم هيك. بهاي الحالة إذا حقنت المريضة بلازما بالمبايض كتير بتزيد فرصة إنه تنجح أطفال أنابيب بالمرة الثانية اللي تعملها. All in all هو بيحسن كفاءة البويضات. هلأ هو إشي كتير رح تستفيد منه المريضة، التدفق الدم على المبيض رح يزيد، كفاءة البويضات رح يزيد. السيدات اللي بيكونوا بدهم يحملوا، هذا أوبشن ممكن يساعدهم، يعني هم بيكونوا بدهم أي شيء، أي أمل إنه يساعدهم. فأنا بحكي أي شيء بيساعدك ما بيضرك اعملي، بس مش إنه واحد يكون مخزون المبيض عندها صفر تقول أنا أخذت بلازما وبدي يرتفع، لا هو ما بيرفع مخزون المبيض، هو بيحسن كفاءة البويضات. يعني أنت لو عملتي فحص مخزون المبيض وحقنتي بلازما وبعد 3 شهور عدتي فحص مخزون المبيض ما رح تلاقي ارتفع، بس ممكن المريضة تكون عاملة محاولة أو 3 أطفال أنابيب ومن البويضات بتطلع خلايا ما عم نقدر إنه يكون في بويضات مسحوبة كويسة لأنه كفاءة البويضات مو منيحة. ممكن المحاولات اللي بعديها لا عن جد تطلع بويضات وبعدين يعني يصير تلقيح ونعمل أجنة ونرجعهم على الرحم. طيب دكتورة، اليوم هل هاي التقنيات في لها أثار جانبية ممكن تأثر على صحة الست؟ يعني شوفي هلا ما في أي شيء ما بيأثر. هلا بالنسبة
بالنسبة للتبييض ما له أي أعراض جانبية. تبييض المنطقة الحساسة هي تصبغات بتنتج نتيجة زيادة في العمر، نتيجة عدم تهوية المنطقة، نتيجة استخدام الفوط اليومية بشكل مستمر، وهذا الشيء بيعمل كتير تصبغات في المنطقة وبيأثر على المريضة وبيأثر على المراجعة. خلينا نحكي إنها مش مريضة يعني بهاي الحالة، فإلها علاج بتقنيات التقشير الجلوتاثيون. بنلاقي نتائج كتير كويسة، كتير فعالة، كتير بتحسن من حياتها. حتى الصبايا بيكونوا بدهم مقبلين على الزواج، كتير بيدخلوا يعني بيكونوا واثقين من حالهم ومرتاحين، والحمد لله نتائجه كتير كويسة. إيش الأعراض الجانبية؟ ما إله أي أعراض جانبية. ممكن تقشر المنطقة مرات بطريقة شوي أجريسيف إذا كانت طبيعة الصبية شوي عندها تحسس، أو مثلا نحن ما بننصح فيها للبنات اللي بيكون عندهم أكزيما، اللي بيكون عندهم أمراض مناعية. هدول هن اللي ممكن إنهم شوي يتحسسوا من المادة، بس إنه بشكل حتى لو تحسست ما في إشي خطير. دكتورة أخير يعني سؤال أخير، توصيات هيك منك لكل سيدة بدها تقوم بهاي العمليات أو الإجراءات، ما بنقول عمليات، الإجراءات قبل ما تعملها، توصيات من حضرتك. هلا أنا دائما توصياتي إنه المريضة أو المراجعة ما تخبي أي إشي عن الطبيب. يعني أي شيء تعرضتي له من قبل احكي. إذا عندك ميوعة في الدم بدك تحكي، إذا عندك مشاكل في الجلد، إذا عندك أكزيما، إذا عمره صار معك أي مشكلة طبية احكي. هلا عادة معظم الأشياء اللي نحن بنعملها آمنة وبتنعمل تحت البنج الموضعي، فما إلها أي أعراض جانبية. وكتير مهم كمان إنه المراجعة تتبع التعليمات اللي نعطيها إياها بعد إجراء أي إجراء تجميلي. يعني لازم إذا قلنا لها اضغطي على المنطقة لفترة معينة تضغط، إذا حكينا لها ما تتعرضي للشمس ما تتعرض، ما تسبحي ما تسبح، ما تعملي حركات، ما تحملي أشياء تقيلة، ما تمشي، ما تبذلي مجهود، ما تلعبي رياضة، إنها تتبع التعليمات عشان أنا وياها نحصل على النتيجة اللي بدنا إياها. أكيد دكتورة بنتمنى كل سيدة عم بتشوفنا إنه تأخذ بالنصائح تاعتك. شكرا كتير لوجودك معنا.